شوف شوف شوف، بعيد عن كل إشي، والله العظيم أنا مش عارف ليش ما أبلش بداية عادية، أمسك الكاميرا والسلام عليكم وعليكم السلام وانتهى الموضوع. يعني غير أوديكم فوق وأطيركم بالدرون وأعطيكم الفيو اللي وراي، ولكن أنا دائما بحكي إنه جد أنتوا بتستاهلوا. يعني ما في إنسان نشر 25 مقطع على قناته وتعدى 3000 مشترك، ما في إنسان صار له شهرين على التيك توك وقرب يتعدى 50,000. فشكرا لكم على كل شيء، شكرا لكم حبايبي. هسه راح أوديكم جولة كاملة بالكرفان من جوا ومن برا. شايفين هذا؟ هسه السطح كثير نظيف بس في سواد على الأطراف، إذا أنتم شايفينه هناك هذا عشان يحمي السقف من الشتاء ومن العواصف. طوشنا عليه أنا وجلين، قال لي والله غير تركبه، قلت له والله ما بركبه، قال لي والله غير تحطه، وبالأخير اقتنعت في اللي بيحكيه لأنه دائما اللي بيحكيه هو الصح، يعني أخبر مني وأفهم مني هو. فبالتالي أنا الموجود هيني بحكي معكم من هون، شايفيني ولا لسه يا أخوان؟ هيني هون. أنا الآن موجود في منطقة اسمها الريست إيريا ما بين واشنطن صارت هناك ونيو جيرسي صارت هناك، فبالتالي أنا في النص. هاي المنطقة اسمها منطقة الريست إيريا، وانت رايح على الطريق على الهايوي بتلاقي مكان، هذا المكان فيه حمامات عامة، في مطاعم وفي ستاربكس وفي ماكدونالدز، فبالتالي هاي الريست إيريا كل الناس موجودين، شاحنات ما شاحنات، موتور هوم، شايفين الموتور هوم هذا اللي وراي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سعره تقريبا بتعدى ال 100,000 دولار، وهاي ما شاء الله سعرها يعني بتعدى ال 200,000 دولار اللي معي، يعني 200,000 دولار ولا شيء. فبالتالي خلينا نبلش من سطح الكرفان من فوق. هاي سطح الكرفان من فوق، انا موجود فوقيه بستحمل اي شيء. موجود عندنا هون لوحه الطاقه الشمسيه، هذا لوحه الطاقه الشمسيه اذا تعرض للشمس لمده 10 ساعات او 12 ساعه بيشحن البطاريه ما يقارب الفل، والبطاريه هاي بتشحن لك لابتوبك تقريبا 8 ساعات او 7 ساعات، انا جربتها يعني، واتوقع تشحن اكثر من هيك. فبالتالي هاي السولار بانل بتكفيني وزياده، انا بس بدي شحن للابتوبي وشحن لتلفوناتي، فهاي السولار بانل تشحن البطاريه، وهاي السلك موجود هون نازل على البطاريه اللي موجوده في اخر الموتور هوم، في اخر الكرفان. السلام عليكم ايها الشعب العربي العظيم، ويا اهلا وسهلا بفيديو جديد. اذكروا الله يا جماعه الخير وصلوا على النبي من بدايه الفيديو عشان ما ننسى، يعني خلينا ملتزمين على الموال احسننا واحسنكم. موجودين الان في منطقه ريست ايريا زي ما حكيت لكم، وراي الكرفان، وراي الاسطوره، حبيبي وحياتي وعمري. بالمناسبه اسمه سلام، هاي اول معلومه بتعرفوها عنه، اسمه سلام، وهاي الرساله اللي فعلا حاب انشرها للعالم كله، حاب اوصل للناس كلها انه ديننا هو دين السلام. فبالتالي هذا هو الكرفان صار وراي، ومش راح تشوفوا وجهي كثير، راح تشوفوا الكرفان اكثر مني، راح اشرح لكم تفاصيل كامله عنه من جوا ومن برا، شكله من ورا، شكله من على الجنب من الجهة الثالثة، وهي شكله من قدام. هذا نوع الدوج سبورت 1977، موديل 77 قديم شوي، ولكن يعتبر ماشي 40,000 مايلز بس. هون أمريكا لما تيجي بدك تشتري سيارة لازم تطلع على كم ميل ماشي، فبالتالي هاي ماشي 40,000 ميل، فلا يعتبر اشي نهائيا مقارنة بالماشيات 160 و200,000 مايل. اذا بتلاحظوا هون في خصوصية كاملة، حتى هاي اللي هنا مسكرة، من هنا مسكرة ببرادة داخلية، فبالتالي انت عندك خصوصية 100%، وهاي كمان مسكرة. نيجي هون بسرعة، نيجي هون، هذا هو مدخل المية، يعني لما تكون واقف في مكان وبدك مية بتحط هون البربيش فبصير عندك مية جوا كاملة. هسا اللي هون عندك مصدرين للطاقة، يا اما تستخدم هذا وتوصله في بيت تمام، يا اما انك تستخدم الطاقة الشمسية. انا حاليا بستخدم الطاقة الشمسية لفوق، والطاقة الشمسية هاي سلكها موجود هون موصل وداخل هون على بطارية جوا، راح اورجيكم اياها. البطارية اللي جوا بتشحن لي اللابتوب، تشحن لي التلفونات، تشحن لي باقي الامور 100%. خلصنا من المية وخلصنا من الكهرباء، هون غطى البنزين عادي، هاي بتاخذ بنزين طبيعي يا اخوان، زي البنزين اللي بنحطه بسياراتنا، بسموه الريجولار جاز هون 87، بعرفش تفاصيل اكثر من هيك، ولكن هو الريجولار جاز 87 هاي بتاخذه. الناس تفهم في موضوع العجلات، شايفين قديش السميكة الكاوتشوك تبعها هون، فبالتالي انا مبسوط كثير على العجلات، كانوا مغيرينها قبل ما اشتريها منهم، فعجلاتها كثير كويسة، متينة ما شاء الله عليها، امورها 100%، ارتفاعها ما يقارب ال 10 فيت، ما بعرف قديش بالمتر 10 فيت، ولكن ارتفاعها 10 فيت، فطويل كثير، إذا شفتوا أنا باصل، أنا واصل لحديت هون، وتطلعوا تطلعوا تطلعوا لوين باصل أنا؟ يعني تقريبا لحد نصها، شايفين أنا باصل لهون،
وهي واصل لهون. خلينا نخلص قبل ما تليل الدنيا لانه بلش تليل، لانه اذا ما نزلته بكره راح تقطعوا راسي انتوا. انا عارف الحكي هذا صار لي زمان وعدتكم فيه، فبالتالي صار لازم نعمله، ولكن لازم تعذروني يا اخوان. انا بصور كل يوم، بمنتج كل يوم، وبنزل كل يوم على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، يعني ضغط رهيب، ولكن هذا هو شغفي، هذا الشيء اللي بحبه، فبالتالي ما بحس بتعب كثير، ولكن مضغوط مضغوط بالوقت شوية. فخلينا نبلش. هذا هو سلام وراي. نسينا اشي. هون اجل لكم الله الخزان تبع الحمام اللي جوا، في حمام جوا وهذا الخزان له، بس تصف في مناطق زي هيك زي منطقة الريست اريا بتلاقي مصارف المية، فبالتالي بتحط بربيش هون بشكل سريع، خلال 5 دقائق بتفضي كل شيء موجود في التانك وتتحرك. تانكها كثير كبير، بكفيك على ما اعتقد شهر كامل. هاي المنطقة عشان تعبي فيها غاز للسيارة. طب ايش بسوي الغاز؟ هسه راح احكي لكم جوا. من جوا فصلته بالتفصيل اللي انا بحبه والتفصيل اللي بدي اياه والتفصيل اللي طول حياتي بحلم فيه، من صوت، من انارة، من تدفاي، من كل النواحي صممته بالشكل اللي انا بدي، لاني اخذته تقريبا بيسك من جوا، ما في اي شيء نهائيا وانا اشتغلت عليه. فخلينا نفوت جوا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك نبدا. خلينا نبلش في الزاويه هاي. هاي هي كنبه الضيوف، يعني ان شاء الله بتزورون في المستقبل هيكون موجودين هون. هنا الكوفيه الفلسطينيه، هاي دائما بخليها شيء جميل. وهنا شوف الخريطه هاي محلاها. هاي الخريطه كل ما تدخل ولايه بتقدر تشخط عليها، فبالتالي بتبين شو الولايات اللي دخلت. طبعا انا ما عملتها تحديث، ولكن هاي المنطقه كلها خلصتها لحد الان، انا موجود في المنطقه هاي، فبالتالي هاي كلها بدها شخط، ولكن والله مش فاضي بالمره. وهاي الزاويه طبعا في الليل بتضوي بالاضواء بالعشب الاصطناعي اللي موجود هون. هاي الشبابيك قلت لكم بتسكر 100%، تعملها بس زي هيك، بعد ما تعملها زي هيك بتلف هاي، فبالتالي انت هيك صار عندك خصية 100%. وبعديها بنتحرك على المطبخ. هاي المطبخ عندي كامل، الرفوف اللي هون هاي المطبخ كامل عندي غاز شغال 100%، ولكن هذا الغاز زي ما حكيت لكم بده من الغاز اللي ورجيتكم اياه تحت هناك، فبالتالي انا ما بحب استخدمه كثير. الغاز موجود وشغال 100%، ما بستخدمه لانه عندي مايكروويف. هذا المايكروويف بستخدمه لكل شيء، لمجرد انك بدك تسخن مي فيه بتقدر تستخدمه وتحط فيه مي وتسخنه وامورك 100%. ونيجي هون، هاي الحنفيات، هاي الحنفيات شغاله وموجوده 100%. هاي مغسلتك، امور طبيعيه 100%، كانك في بيت، كانك في بيت 100% يا اخوان، ما في فرق ولا شيء نهائيا. تيجي هون، هاي هون اكلي وفطوري، هاي هون المعالق اللي بستخدمهم. ونيجي هون، هاي خبزي، وهاي هون اكلي، هاي هون اكلي، هاي كنت بدي اكتب عليها شغله بس بطلت. هاي هون 1870 مشترك لما بلشت اسافر بالكرفان. وهون 13/9 التاريخ اللي بلشت فيه اسافر. وهون 9/7/2021 الساعه 11:45 هذا التاريخ اللي خلصت فيه الكرفان وكان جاهز واخذت فيه استراحه، بعديها كتبت هذا التاريخ 7/9، يعني 7 سبتمبر، لانه هون بامريكا بيعكسوا. وهون احلى اشي موجود هون بالكرفان، هاي هي شهادة الخبرة اللي اخذتها من الشركة اللي كنت شغال فيها. اللي ما بعرف، انا كنت اشتغل مهندس صناعي في الاردن، فبالتالي هاي الشهادة اللي اخذتها مع هاي الالوان، مع هاي الحيط، فبالتالي كل شيء جاي مرتب 100%. خلينا نرجع هون ستورجيكم شغلة. هاي هي السناكس، هاي عندنا ثاني وحدة، هاي عنا ثالث واحدة، هذول كلهم معبيات، هذول اعطتني اياهم سو قبل ما اسافر اللي شاف الفيديو. هاي هون مش قلت لكم فوق في سولار بانل، في طاقة شمسية، هاي الطاقة الشمسية بتعطي لبطارية موجودة جوا، وهذا الجهاز بحول الطاقة من دي سي إلى اي سي، الطاقة اللي موجودة في البطارية اللي جوا دي سي، أنا بدي طاقة اي سي عشان تشحن اللابتوب تشحن التلفونات، فهذا بسموه انفرتر، هذا هو اللي بحول الطاقه من دي سي الى اي سي. وهون بعطيك قديش شحن البطاريه، ما بعرف اذا مبين، هيا تقريبا اذا شايفين شحنها فل. ثواني ثواني ثواني، هو انت لسه ما رحتش على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك؟ كل مكان، كل مواقع التواصل الاجتماعي اسمي فيها جاد معنون بانجليزي وجهاد معنون بعربي، موضوع كثير بسيط. ونيجي هون على الجزء اللي بجنن، الجزء اللي بحبه كثير، جزء الذكريات. اخوان انا كثير بحب الذكريات، يعني عندي في الاردن شنطه كامله كلها ذكريات. هذول الناس اللي كنت ساكن معهم، هذول الناس كنت ساكن معهم. هاي الكرفان اول ما جهز،
هونا إجلين، وهاي رسالة من واحدة مريضة بالسرطان عطتني إياها. وهاي هونا الغرفة اللي كنت ساكن فيها، كنت نايم في هذا التخت، فبالتالي هذا الكرفان أكبر من الغرفة اللي كنت ساكن فيها هون في أمريكا. وهاي هي سول عطتني سناكس، هذول صدفات كثير عجبوني من محيط الأطلسي. وهاي صورتي وأنا صغير، تشوفوني وأنا صغير، هذا أنا وأنا صغير. هاي الصورة قبل سنة أو سنة ونص بس، تخيلوا. ونيجي على الجزء الأهم، الحمام يا جهاد، يا الله قد سألتوا عنه. هاي الحمام، حمام طبيعي 100%. وهيني أنا موجود هون، هيني أنا موجود هون، فهي الحمام. وهي هون الدش شغال بتستخدمه 100%. هاي هون المغسلة برضو شغالة 100%. هون أجلكم والله الحمام برضو شغال 100% طبيعي، ما في أي اختلاف نهائيا. هاي هون الهواية بتستخدمها عشان تطلع فيها الريحة لبرا، بتغسل، تتحمم، تستخدم الحمام، فاش أسنانك، كل شيء موجود جوا. اشتقت لوجهي. بدي أورجيكم جولة كاملة بالكرفان، ما بدي أخليكم ولا سؤال عندكم عشان تعرفوا من أوله لآخره شو في وشو ما في. هذا الجزء اللي كثير بحبه أنا، كثير بعشقه. هنا بمنتج، وهنا بشتغل، هنا بقعد وبطلع على المناطق اللي موجودة برا. إذا كنت ما إذا كانت مطلع على إشي بجنن. هاي هنا عندي الثلاجة، هالثلاجة شغالة 100%. هاي هنا أواعية جوا، هاي هنا أواعية، فهنا أواعية وطواقية موجودات جوا. قلت لكم بيت طبيعي 100%. الكمامة، والله ما بتذكر لبس كمامة هون في أمريكا غير لما فوت على المكتبة بس. هذا هو المستودع تبع السيارة الموجود فوق السائق مباشرة. هاي هون موجود الفواتير اللي باخذها وبشتري فيها، طبعا هون للمدخنين بس الحمد لله ما بدخن، فبالتالي ما بستخدمها غير للفواتير. نسينا هون، نسينا هون. وهي هون اللي وراء راسي وأنا بسوق. هاي هون لما كنت منتج واحد من فيديوهات في ستاربكس أخذ صورة. وهاي هون لما دخلت على تمثال الحرية أعطوني تيكت، وهنا 13/9 التاريخ اللي بلشت أسافر فيه. هاي هون صورة لتمثال الحرية، هنا أول بطاقة مترو أخذها لأنفاق نيويورك، فبالتالي خليتها معاي ذكرى. بدي أحكي شغلة هيك من جوا 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 قلبي، أنا دائما بخليها لنهاية الفيديو، لأنه فعلا الناس اللي بتظل لآخر الفيديو هي الناس اللي بتستاهل إنه تسمع هذا الحكي. كثير سمعت إنه أنت يا جهاد مصاري كرفان سفر، واو انت ابن فرير. اخوان الموضوع مش هيك نهائيا. اول اشي انا ما وصلت امريكا لانه ابوي معاه جنسية ولا امي معها جنسية كندية، بالعكس انا اول مرة حاولت ادخل فيها امريكا كانت قبل 6 سنين من هسا، وكنت صف عاشر وكنت كثير صغير، وكانت صدمة بالنسبة لي انه ما روحش حتى ما اقرب على اول ستيب اللي هي المقابلة. فرغم هيك ظليت مكمل وظليت أجرب وظليت أحاول، ولميت فلوس مرة ومرتين وثلاث، واتدينت مرة ومرتين وثلاث، وعملت مشروع ومشروعين وثلاث، لحتى الحمد لله الآن قدرت أصل على أمريكا وأعمل الإشي اللي طول حياتي نفسي أعمله. موضوع كرفان زمان كان في حياتي، شو كرفان يا زلمة أقعد بس، شو بتسوي قاعد، شو بتسولف أنت يا زلمة، شو كرفان وسفر وأمريكا وولايات. أنا الآن موجود بين نيوجيرسي وواشنطن، أنا الآن موجود بين نيوجيرسي والعاصمة واشنطن، وقبل يومين مغادر نيويورك، وقبلها كنت في نيوهامشير، ورايع على لوس أنجلوس، ورايع على ميامي، ورايع على المناطق هاي. هذا الحكي كان قبل سنة حلم، ولكن أنا بتحس في بالي لما أنا أشوف ناس صلها سنين على حالها، سنين 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 وهي بنفس الحال ما تغيرت. طيب وبعدين؟ إذا النجاح مش إلك أنت، خلي النجاح لأهلك، لأخوانك، لأصحابك. نجاحك من نجاحهم وفشلك من فشلهم، مكفي. لازم تعمل ستيب كبير في حياتك، لازم تعمل خطوة جريئة في حياتك. لو ما عملت خطوة جريئة فأنا ببشرك بحياة زيك زي غيرك، حياة مملة، حياة عادية، حياة كئيبة وبس. أنا موجود الآن بين نيو جيرسي وواشنطن يا حبايبي يا أخواني يا أهلي يا ناسي، وإن شاء الله متوجه إلى واشنطن بكرة. فقلت اليوم خلينا أخلص لكم فيديو الكرفان من جوا ومن برا، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو بكرة كالعادة. بكرة، اليوم، كالعادة، اليوم، بكرة، بعده، كل يوم فيديو. فبس اذكر الله يا جماعة الخير، صلى على النبي المرة الثانية على التوالي، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. والسلام.